التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المتواصلة والتحديات المستمرة. بعد ما تابعنا الشوط الماضي وكان هنا ايضا البندر محمد بن سليمان بن مصبح الكتبي من انتصر باول اشواط القعدان بدقيقتين و12 من الثواني، فلا التحية على هذا الفوز والانتصار. شوط الثالث في مجموع الاشواط ينطلق بحفظ من الله ورعايته، متمنين لجميع المشاركين التوفيق مباشرة الى المقدمة الى الصدارة الى المركز الاول. هنا اجد الشبلة عبد الله بن سالم بالعبدة، الشامس يتقدم على المقدمة ويقدم لنا الشبلة، بينما المركز الثاني المتدخل في هذه اللحظات ريمة، ايضا حمد بن محمد بن سعيد الساعد يتقدم على المركز الثاني، اخذ المركز الثالث المتقدمة والمنطلقة الشاهنية حامد بن محمد بن سالمين العامري يتدخل بدوره على المركز الثالث. اتابع الاسماء الاخرى، الشعارات الاخرى، الاسماء القادمة، الشعارات الواصلة، ولكن الشبلة على مقدمة الشوط على المركز الأول تنطلق على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. عبد الله بن سالم بالعبدة الشامسي يتقدم الشاعر، يتقدم الشاعر بنوعياته بإبداعه على مقدمة الشوط، ولكن راعي شاهين، راعي شاهين على المركز الثاني ينطلق مع شاهينية حامد بن محمد بن سالمين، ولكن الشبلة، الشبلة طارت، الشبلة أقلعت على مقدمة الشوط على المركز الأول. هذا هو شاعر، هذا هو شاعر ونوعيات الشاعر وإبداع الشاعر. اطلع بهذه الطلعات، اطلع بهذه الطلعات، هذه الشبلة على مقدمة الشوط على المركز الأول، وسلالة أسد بالسم، سلالة أسد بالسم تتقدم على المقدمة. عبد الله بن سالم بالعبدة الشامسي، هذا هو شاعر من ينتصر ويقدم لنا الشبلة. تهانينا وناموس على هذا الفوز الانتصار. المركز الثاني شاهينية حامد بن محمد بن سالمين العامري، والمركز الثالث ريمة حمد بن محمد بن سعيد الساعدي. دقيقتين 11 من الثواني، نفس التوقيت الافضل يتسجل ايضا مع الشبلة عبد الله بن سالم بالعبدة الشامسي. تهانينا وناموس الشاعر، نبعث لك من الاعماق على هذا الفوز والانتصار.